أهلا بكم في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي السوري الأستاذ الدكتور عارف جمعة. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. وكما عودناكم في حلقاتنا السابقة أن تكون لنا وقفة مع أعذب الكلام، وقفة مع الشعر. أحدق في شباك بيع التذاكر، وليس معي إلا حنين المغادر، يفسرني حزن المفاتيح في يدي وموت الهدايا في رفوف المتاجر، وظلم الليالي تلقم الشوق ثديها وتتركني أحسو لديها أظافري، معلقة روحي بكل حقيبة، مطوفة عيني في كل عابر، يبعثر عطر الواصلين هشاشتي ويرهق دمع الراحلين محاجري، ويرتد صمتي في المرايا مخضبا بصرخات منفي على البعد صابري. وعدتك يا صنعاء يوما ولم أعد لقلة حالي لا لزيف مشاعري، فإن فتحوا فيك المطار لساعة وعندك ما يكفي من المال سافري. أما زال ذاك العقد تأبين بيعه؟ غدا تتهاداه نساء العساكر، لديك أصول الدهر يغنيك رهنها لدى باعة الأكفان أهل المنابر. ضعي آلة الحرب القديمة وارحلي، فلم يبق إلا أنت بين المقابر. لقد هربوا، كم ذاب حسنك دونهم، وجاريت في إطعامهم كل ماكر، حفلت بهم لم يسألوا عنك مرة وعن دمك المصلوب فوق الخناجر. وأيلول، هل يأتي لمن تتركينه لمهزلة القربى وحقد المهاجر؟ أشد عداء من عدو مجاهر، نصير له في الحرب ميزان تاجر. علاك دخان القصف، كنت نبية وقد كان أندى
من عيون المباخر كفاك عنادا لست من أيقظ الردى وحدك من يجني ثمار الخسائر تعالي أنا في زحمة التائهين في دروب المنافي في الصفوف الأواخر هبيني فإني ما استطعت قصيدة تكونين إيماني بها ومفاخري أنا في انتظار البن تمحو مرارتي مرارته أشتم حزن الضفائر تجيدين غزل النار أتقن رسمها نجوما على وجهي وفوق دفاتري ولا تحزني قد يجعل الله مخرجا إلى السوق أو بابا لأهل الضمائر. الكتاب خير جليس في الزمان، كانت له مساحة جميلة في حلقتنا لهذا اليوم وفقرة هذا كتابي. أهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء، أنا حسن الطويل، باحث مغربي يهتم بالقضايا المرتبطة بتخصص البلاغة وتحليل الخطاب. الكتاب الذي أقدمه لكم عنوانه الوجوه الأسلوبية في الخطاب الحجاجي، رسائل الجاحظ أنموذجا. صدر هذا الكتاب سنة 2022 عن دار النابغة للنشر والتوزيع بمصر. حاولت في هذه الدراسة أن أوضح الأدوار التي يطلع بها الأسلوب في رسائل الجاحظ، منطلقا في ذلك من فرضية مفادها أن الأسلوب يؤدي أدوارا إقناعية مهمة في الخطابات الحجاجية. وفي هذا الصدد خالفت مجموعة من الدراسات التي ترى بأن الأسلوب يسعى إلى الخداع والإيهام ولا يوفر للمحاججين طاقة حجاجية حقيقية، وبالتالي فإن هذه الدراسات تستبعد الأسلوب من اهتماماتها وتصرف نظرها إلى الحجج الخالصة فقط ولا تعير اهتماما للأسلوب للاعتبارات التي ذكرتها قبل قليل. غير أن الواقع يثبت أن الخطاب الحجاجي لا يستغني عادة عن الأسلوب، لأن المحاججين حين يخاطبون الجمهور يسعون إلى تحريك العواطف، والمكون الذي يسمح للمحاجج بتحريك عواطف المتلقي الخاص أو عواطف الجمهور بصفة عامة هو الأسلوب. إذن من هنا في رأيي لا بد للباحث أن ينظر إلى الأسلوب في الخطاب الحجاجي نظرة وظيفية، ويحاول أن يبين الآثار الإقناعية التي يخلقها في الخطاب. هذه الإشكالية المتعلقة بدور الأسلوب في صناعة الإقناع عالجتها من خلال رسائل الجاحظ. الجاحظ كما نعلم جميعا كانت له اهتمامات متعددة، وهذه الاهتمامات قادته إلى تكوين آراء مختلفة بخصوص الدين والسياسة والاجتماع الإنساني. الجاحظ كانت له آراء في هذه المجالات، وهذه الآراء حاول أن يدافع عنها في كتاباته الكثيرة، ومنها الرسائل التي اشتغلت عليها. الجاحظ وهو يدافع على مواقفه وعلى آرائه كان يوظف الحجاج الخالص، وكان يوظف أيضا الأسلوب لأهداف حجاجية. الطاقة الحجاجية التي تختزنها رسائل الجاحظ تعود في جزء كبير منها إلى الأسلوب. وقد اشتغلت على هذه الإشكالية بمنهجية تراعي المكونات النصية في الرسائل، في رسائل الجاحظ طبعا، ولم أشتغل على الأسلوب تقنيا. حاولت في هذا الباب أن أربط الأسلوب بضابطين اثنين، الضابط الأول هو ضابط الترتيب،
حيث حاولت أن أوضح بأن توظيف الأسلوب عند الجاحظ يخضع لمنطق الترتيب في الخطاب. مثلا الأسلوب يوظف في المقدمة بطريقة محددة ويوظف في الخاتمة بطريقة محددة. الضابط الثاني الذي عالجته من خلال الأسلوب هو ضابط المقام. الجاحظ كان يراعي المقامات وهو يبني الوجوه الأسلوبية التي يؤسس عليها خطابه الحجاجي. في المجمل هذه الدراسة حاولت أن تفسر كفاية الجاحظ الإقناعية تفسيرا أسلوبيا. الجاحظ يعرف عند الدارسين بقدرته الكبيرة على الإقناع، وهذه الدراسة حاولت أن تفسر هذه الكفاية المهمة من الزاوية الأسلوبية. ختاما لابد لي من توجيه كلمة الشكر إلى أستاذي الدكتور محمد مشبال الذي ساعدني كثيرا على إنجاز هذا العمل، وأشكركم أنتم أيضا، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. بناية القشلة تعد من البنايات البغدادية التراثية التي يعود تأريخ بنائها إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. تعد بناية القشلة أو ما يطلق عليه سرايا الحكومة القديم من البنايات البغدادية التراثية التي يعود تاريخ بنائها إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر للميلاد. تمتد بناية القشلة على الضفة الشرقية لنهر دجلة في محلة السراي مقابل مبنى السراي وبجوار شارع المتنبي الشهير. بنى هذا المكان والي بغداد محمد نامق باشا سنة 1850 ميلادية، وأكمل البناء الوالي مدحت باشا الذي شيد ساعة القشلة ذات الأربعة أوجه، وبنى لها برجاً يبلغ ارتفاعه قرابة 23 متراً. يعني أنا أعتبره منتجع يلم كل أطياف الشعب العراقي الراقي من العوائل الراقية والجميلة واللي تحب الحياة. أنا أجب للقشلة أشعر بالحياة، أشعر بالتنفس الصحيح، يعني أتنفس صحيح. ليش؟ ما تسمع غير بس الأشياء الجميلة التراثية، إذا كان في الغناء، إذا كان في الشعر، إذا كان في الحوار، تسمع دائما الكلمة الطيبة، الكلمة اللي تحسها تريح البدن. الأجمل منه، أنا صار لي تقريبا 4 سنوات ارتاد القشلة، الأجمل من هذا أنه ماكو فرق بين هذا الشخص وبين هذا الشخص. دائما اذكرها في اللقاءات انه اللي لمسته بالقشلة انه ما تسال من اي طائفه انت، ما تسال انت ايش لابس، ما تسال انت اقول لك هذا العطر ترى مو حلو الخاله، ماكو. ناس تحب الحياه، عطشانه للحياه، يعني عطشانه للكلمه الطيبه، عطشانه للغناء الحلو الجميل للتراثي. اختير مكانها الحالي المجاور لضفاف نهر دجلة من جانب الرصافة وسط المنطقة المركزية القديمة لبغداد، حيث ما زال باطن الأرض الذي تقع عليه بناية القشلة يزخر بأسس أبنية القصور والمواقع العديدة التي تعود إلى فترة الخلافة العباسية يوم كانت بغداد عاصمة الدولة الإسلامية. كما اتخذ من مبنى القشلة مقر لبعض الدوائر والوزارات في الدولة العراقية، واعتبر مبنى القشلة تاريخياً وتراثياً عام 1989. تعتبر القشلة واحدة من أهم البنايات التاريخية على ضفاف دجلة، وقد شغلت أقدم الدوائر العراقية التابعة للحكومة منذ نشأتها بناية القشلة،
وفيما بعد اتخذتها وزارة العدل والمحاكم والاستئناف وجميع المحاكم الجزائية والبدائية والدوائر التابعة لها ومديرية المعارف مقرا لها. تعد القشلة اليوم ملتقى للكثير من زوار شارع المتنبي ومكانا لإقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية والمعارض الفنية. أهلا بكم في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي السوري الأستاذ الدكتور عارف جمعة، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ عارف جمعة ضيفا على فضاءات وقناة الرافدين. حياكم الله وبارك بكم وبهذه القناة وبهذا البرنامج، وهذا سرور لي أن أقدم بعض الإضاءات على هذه الفضاءات التي تنثرون عبيرها عبر هذه القناة الطيبة. حياك الله. حياك الله دكتور، مرحبا بك. ونحن سعداء أن نلتقي بحضرتك في هذا حياكم الله في فضاءاتنا. حياك الله وإياكم يا سيدي. من البحوث التي أعددتها، هناك بحوث كثيرة، منها الجودة الشاملة ومؤشراتها في مفاهيم التربية البيئية والصحية والجنسية. نعم. يعني فكيف تقيم مفاهيم التربية الحديثة في ظل تطور حياة الإنسان الجديد؟ الله يبارك فيكم. طبعا سيدي، من الاهتمامات التربوية، وأنا أحمل شهادة في دكتوراه في التربية ودكتوراه في الفقه المقارن المالي، فمن الاهتمام في التربية أن تتابع كل تطور وكل جديد. ولعل النظريات التربوية منذ بدأت من نظريات السلوكية إلى دراسة إلى مدارس التحليل النفسي إلى المدارس البنائية، وصل قطار التربية إلى الجودة، وقد تبنت معظم دول العالم، ولنقل الدول العظمى، تبنت مبدأ الجودة الكواليتي، ليصاغ في ضوئها البرامج والمناهج كما تستعمل في الصناعة. يعني اليوم كما نعلم، عندما بدأت الثورة الصناعية إدوارد ديمينج عام 1956 قام ب إحداث ثورة اسمها الجودة، سيارات 2000، سيارات 2001 أفضل منها. أي منتج، كل شركة تسعى لأن تجعله منتجا أفضل، فالتربية أولى بها. وعندما نتج تقرير أمة في خطر، رأوا أن التربية في التكرار والتقليدية التي لا تتطور ولا تتقدم في وسائلها وأدواتها ستبقى ثابتة، ليست متحركة. فأتت مسألة الجودة اللي تحاكي العالم، ونتج ايضا يعني تقرير خطير اسمه أمة في خطر. ظننا ان هناك حربا كيماوية وان هناك تفوقا اقتصاديا، امريكا تنتج تقريرا تسميه أمة في خطر. واذا هذا التنبؤ كان في التربية، هذا ان صلح هذا الامر صلح كل شيء. فبدأت ثورة الجودة عندهم، وقد نكون نحن متأخرين في كل المسائل عنهم مثلا في التقنيات، بيننا وبينهم 30 و40 سنة، إلا أن ثورة الجودة بدأت عندهم في عام 2000، وحاول الركب أن يلحق بهم. فلذلك نستطيع أن نقول أمتنا اليوم هي أقرب لأن تطبق الجودة. هم دائما يسبقوننا في كل التقنيات، بعد أن تستهلك لديهم يصدرها لدينا. في الجودة لا يستطيعون، لأن مبدأنا في الإسلام الإتقان، والإتقان أعلى من الجودة، وديننا دين كمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين فيه الكمال والتمام والرضا لا يمكن أن يسبق. فكيف إذا استمد كل شيء منه أو في ضوئه، أو سار الإنسان في ضوئه إعمارا للأرض ومرضاة للرب. فمبدأ الجودة من هنا بدأت الاهتمام في هذا الموضوع. ولم أهتم فقط في الجودة في التربية، بل حتى في الاقتصاد. سنتحدث في أجود ما يمكن. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فبدأ هذا الأمر، وأنا كنت أعمل في قسم
المناهج وطرائق التدريس في وزارة التربية، وأيضا يعني قدمت عدة مناهج. كان منهجي أن أسعى في هذا المعنى، الجودة. الجودة أي أن هناك تقويما مستمرا يسمح لهذا المنهاج أو يسمح لأي مادة علمية أن تبقى تحت دائرة التطوير بحيث لا تكون متوقفة. ومن هنا أتى هذا العنوان، البيئة والصحة والجنس، ليعطي تكاملا. أحيانا المفهوم الجنسي يكون محرجا، المفهوم الجنسي يكون محرجا، لكن عندما يقدم في إطار صحي يذهب الحرج، لأنه يصبح الاهتمام بالصحة. فهذا المبدأ الثنائي، فكيف إذا كان في مبدأ ثلاثي؟ هذا معيار من معايير الجودة. هذا كله صار نسقا عاما بأننا نحتاج جودة نعد لها معايير. هذه المعايير أجود ما يمكن أن يكون في المقدمة للكتب، في مقدمة المحتوى، في مقدمة الرسوم. أجود رسمة، أجود محتوى، أجود أسئلة، أجود إطار، أجود وسيلة. هذا كله متكامل يحاكي الجودة في أي موضوع. لكن كان الرسم الأساسي في البيئة والصحة والجنس كضرب مثال، وبفضل الله تعالى أنتج هذا الكتاب معايير في البيئة والصحة والجنس لمادة التربية الإسلامية وأيضا للعلوم الاجتماعية. جميل. حضرتك قلت أنك يعني شاركت في إعداد المناهج في وزارة التربية، ويعني خاصة يعني كتب التربية الإسلامية التعليم الأساسي والثاني. ودي أن نقف على المعايير التي تعتمد في إعداد هذه المناهج. نعم، طبعا تماشيا مع نظرية الجودة والإتقان كما قلنا، حتى يكون هذا الكتاب أو هذه الوسيلة التعليمية ذات نفع مستمر ومراقبة تسعى دائما لأن تواكب التطور، لابد أن تكون الجودة من غلاف الكتاب إلى صفحة الفهرس في تنظيم هذه المعلومات. فلذلك عندما نتحدث عن الجودة نتحدث عن جودة الأهداف، سواء كانت سلوكية، معرفية، وجدانية، مهارية، أو كانت حتى في أداء المحتوى، كيف توزع المعلومات الأساسية وكيف يوزع الإثراء فيها وكيف توزع الأنشطة. أي أن هذا الكتاب كتاب ماتع شائق، الطالب يعلم أن الخير فيه. يعني فقط في مثال صغير سيدي، الجودة تعني أن تقدم شيئا للطالب يغنيه عما سواه. اليوم أنا عندما يكون لدي خجل من أن أقدم معلومة في الصحة الجنسية، الطالب في الوسائل المتوافرة بين يديه يستطيع أن يصل إلى ما ينحرج منه الأهل والمدرس. فاليوم عندما أتحدث في هذا المبدأ وأزيل الحرج بأن أربطه بالبيئة والصحة، لأعود للمثال الأول، فنجد أن الجودة تحاكي هذا الأمر بلا حرج، بمعرفة، برفع سوية، بتحقيق ما يأمل الطالب أن يعرفه معرفة سوية تحقق له صحته وتحقق له المعرفة السليمة. نعم، جيد. حضرتك أيضا تناولت في بحوثك ومؤلفاتك الإعلام وقوانينه ومواثيقه. نعم. بدي أن نقف عن النشأة، يعني كيف نشأت قوانين الإعلام وما حظها في التطبيق الآن؟ نعم، طبعا من خلال تدريسي في كلية الدعوة والإعلام كان من المتطلب في المناهج أن يكون هناك كتب تتكلم عن علم النفس وعلم الاتصال وعلم الإعلام وقوانينه، وبريت إلى هذا يعني في باب التأليف محاولا أن أسد ثغرة، لأتفاجأ بأن للأسف الإعلام غير مخدوم في عالمنا العربي ولا سيما العالم الإسلامي أكثر، إذ غالب المعلومات مكرورة. وصح فينا قول زهير بن أبي سلمى، وما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا. طبعا إذا أخطأت في البيت أنا في حضرة الشعراء يصححون أكرمكم الله. أنت مدرسة. فهذا التكرار يعني صارت المعلومات مرسومة رسما. نحن نعرف أن الله عز وجل بخلقه للبشر، نحن لسنا مع نظرية التطور، فنعلم أن الله عز وجل قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل نظم للناس ما ينفعهم. نجد في سورة الحجرات النهي عن التجسس، النهي عن الغيبة، النهي عن الاستهزاء. نجد في سور القرآن موزع كل أمر ينبغي المسلم أن يلتزمه في حضرتك وفي غيبتك، ما الكلام الذي يقال، ما الكلام الذي لا يقال، ودرج ذلك بين أعلاه من الإيمان إلى أخبثه في النفاق. فلذلك عندما بدأت في كتاب قوانين الإعلام حاولت أن أدرج تاريخا كيف نشأ، فكان نشأة القوانين
يعني إذا نقول مثلا قوانين الإعلام، كلمة قوانين متماهية مع القوانين الوضعية التي أتت لتقول أنه في مرحلة اسمها الوحي الإلهي، وفي مرحلة اسمها مرحلة القوة، وفي مرحلة اسمها مرحلة العرف. القانون هو مرحلة العرف. معذرة سنكون بعد الفاصل. نعم حياكم الله. فاصل قصير ثم نعود فوق وعنا. أهلا بكم من جديد. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي السوري الأستاذ الدكتور عارف جمعة. أعود لك دكتور عارف، نتحدث عن قوانين الإعلام. نعم، قلت سيدي أن كلمة القانون بأنها مستمدة منذ يعني درج الناس على أن يجعلوا العرف حاكما. نحن نعلم أن الوحي الإلهي هو القانون الناظم لحياة الإنسان. نعم. الذين لا يعترفون بالوحي قالوا إن قانون القوة هو الذي يحكم، فالقوي هو الذي يفرض قوانينه. قالوا فإذا القوة ذهبت في فرضها صار العرف بالجمع بالعقل الجمعي أنه هو الذي يؤسس لهذا القانون. إذا كلمة قانون في قوانين الإعلام أحيلت للعرف كعقل جمعي. أما كلمة إعلام فإذا أردنا أن نؤرخ لها لنقول مثلا أول ما بدأ التعبير في الرأي العام نقول منذ نشأ الإنسان خلقه الله في هذه الأرض. لكن عند الوضعيين، عند الذين يؤسسون لهذا العلم، يقولون الإعلام سبق القانون، ولا سيما مع أول صحيفة في عام 1400 ميلادي. عندها بدأ هنا التعبير عن الرأي، وبدأ هنا الإعلام الجماهيري، لأنه تعتبر الصحافة هي أول أول ما يعني من وسائل الإعلام الجماهيري التي بدأت تتواصل مع الناس، والتي الآن شبه اندثرت يعني في شكلها المعروف. قوانين الإعلام قلنا إذا كان هناك مستند لها، يعني أنا حاولت في هذا الكتاب أن آتي بقوانين الإعلام أو مواثيقه الدولية كيف تنظم هذه العملية، متى يكون هذا مسموح الكلام به، متى غير مسموح به. مثل ما ترى اليوم الآن صار في قانون الإعلام الإلكتروني. نعم. ممكن أي مس حتى ولو في تعليق على الفيسبوك أو غيره ممكن أن يقاضيك عليه. نعم. فاليوم صار في قانون إلكتروني خاص بالإعلام. فاليوم هذا القانون من الذي يفرضه؟ نحن نقول يفرضه الأقوى، يعني نحن اليوم لسنا في حالة العرف. نعم. نحن في حالة القوة، إذا ليس في مرحلة الوحي لأننا ابتعدنا في ضعفنا. نعم. ولسنا في حالة العرف لنتوافق على قانون. واليوم كما تعلم سيدي تحاول الأمم المتحدة أن تفرض قانون الطفل على الأسر الإسلامية، ولا أحد يستطيع أن يقول نعم ولا، ويحاول أن يفرض قانون النسوية ليس إكراما للمرأة إنما لتخريب الأسرة، فهم آخر ما يريدوا أن يصلوا إليهم كل شيء في البناء الاجتماعي. نعم. متدم يعني منهار لديهم. ما الذي نتفوق عليهم به؟ نحن نتفوق عليهم في ما زال بعض الترابط الأسري، نسأل الله أن يعني يعيد لحمته للناس. نعم. جميعا. فاليوم القوي هو الذي يفرض، واليوم إذا صدر قرار بأن القوي فرز أن هذا إرهابي أو فرز أن هذا مخالف فلا بد للجميع أن يطيع. إذا نحن رجعنا إلى مرحلة القوة. نعم. ومن المضحك في هذا الأمر أن هذا الأمر ليس وليد اللحظة. جنكيز خان عندما أتى يحرق البلاد ويستعبد الناس أراد أن يحدث قانون إعلام لنفسه. نعم. فأتى بكتاب سماه الياسة أو الياسق، فأخذ من النصرانية ومن الإسلام ومن اليهودية ومن الهندوس، يعني يريد أن يرضي الجميع. فكتب كتابا سماه الياسة، وأينما حل أراد أن يفرض هذا هذا القانون. وكان يقول المقريزي يعني وصفه لهذا القانون الذي كتبه جنكيز خان بأنه مجلدين كبيرين يحمله جنكيز خان أينما حل بغية أن يرضي الناس. نحن القانون عندنا ليس للإرضاء، مثل ما قلنا إما أن يكون اتباع لوحي. نعم. وإما أن يكون قبضة لقوي. نعم. وإما أن يكون عرفا متفقا عليه. وما أجمل العرف المتفق عليه الذي يقره الشرع شريطة ألا يخالف الشريعة. هذه كانت التجربة في هذا الكتاب، وهو كتاب كان مقرر. جميل. في كلية الدعوة والإعلام. لديك كتاب آخر حقيقة يعني عنوانه لفت اهتمامي بشدة. نعم. وهو كتاب تفسير الإلحام فيما ينفع الأحلام الأنام. نعم. يعني فسؤالي هل عملت في تفسير الأحلام؟ والله هذا الكتاب كل منا يعني له مع الأحلام قصة. نعم. وغالبها أضغاث أحلام،
ولكن هناك رسائل تصل وكأنها رؤى تقع كفلق الإصباح. فسبحان الله، يعني إنسان هناك عندنا تجارب مررنا بها. نعم. وسبحان الله، الله عز وجل إذا أراد بعبد شيئا يعني طوع قلبه لهذا. نعم. ودراستي في علوم التربية وعلم النفس ودراستي في الشريعة جعلت يلتقياني على هذا، يعني التقى الماء على أمر قد قدر. نعم. فأتت دراسة تتحدث عن الأحلام، كنهها، أنواعها، متى يكون أضغاث أحلام، متى تكون رسالة ملكية، متى تكون هذه الأحلام حديث نفس. نعم. ولقد كتب العلماء كثيرا فيها، والذي وقفني عند هذا طبعا قصص كثيرة يعني مررت فيها، لكن لم أكن مفسرا للحلم بقدر ما أرشد الشخص إلى أن يعني أن يصلح وعيه ليصلح. نعم. منامه يصلح وعيه يصلح منامه، يعني والمنام يعني لا يؤخذ منه أحكام. نعم. في هذا الكتاب سيدي الذي شد اهتمامي فيه. نعم. بأنه دعي أن ابن سيرين هو مؤلف كتاب تفسير الأحلام. نعم. وابن سيرين توفي ب107 هجري، يومها ما دون الحديث، فهل سيفرغ ابن سيرين ليكتب كتابا 500 صفحة؟ وإذا ليكتشف أن هذا الكتاب ليس لابن سيرين، إنما كتب في القرن 6 ونسب له. وعندما أرادوا أن يروجوا هذا الكتاب في القرن 18 صاروا أيضا ينسبوا هذا الكتاب لابن سيرين. إذن لا يوجد كتاب تفسير أحلام اسمه ابن سيرين، وهو أكثر كتاب مباعا في السوق. نعم. لو قرأت فيه سترى أن حلما يجعلك من أهل الإيمان، وحلما يجعلك من أهل الكفار. نعم. وحلما يعدك بمال، وهذا كله غير موجود، لأن النبي لخص لنا الأحلام كلها بأنك إذا رأيت رؤيا تسرك فاحمد الله. نعم. وإن رأيت رؤيا تزعجك لا تحدث بها أحدا، واتفل عن يسارك واستعذ بالله، أو صلي ركعتين وغير موضع منامك. طبعا بعضهم استغل هذا الأمر، وأنا أجريت دراسة عليه. تعرف الفضائيات كثير فيها اتصل. نعم. ويفسر حلمك. نعم. فأول ما يطلب من مفسر الأحلام أن يعلم حال الرائي، فمن طالت لحيته ليس دليل ظهور دينه، بل قد يكون لص كشف حاله، فمن أين أتيت بتحويل هذا الرمز يعني؟ فنكتشف بأن وما أكثر نعم يعني هذا خط عشواء اللصوص الآن. نعم، فهذا خط عشواء، وهناك أرباح طائلة من هذه الاتصالات. نعم. أذكر برنامجا أنا على مدار 4 سنوات سيدي كنت أجمع الأحلام وأحللها، لأنني يعني متخصص في علم تحليل. نعم. المضمون. طبعا كنت يعني شيء مضحك عندما تجمع هذه البرامج وتعلم أنه يتكلم كحاطب ليل. نعم. إحداهن تتصل به في برامج على الهواء فتقول له رأيت أفعى، قال انتبه هناك من يحسدك. قالت عرفتها هي ابنة عمتي. قال استغفر الله لا نريد أن نوقع بين الناس. أوقعتها وانتهى. يعني وليس يعني تأويلك لها. نعم، وليس تأويلك صحيحا. يعني لا أحد يعرف تأويل الرمز. سيدنا يوسف. نعم. رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له. نعم. متى تحققت رؤياه؟ في آخر. نعم. في آخر السورة. يعني ما تجرأ أن يقول هي. نعم. فمن أنت لتقول ومن علمك الحال؟ لكنه. نعم. يبدو أنه طريق لجمع المال. لم أخلي الكتابة عن دراسة من تكلم في تفسير الأحلام كالإمام البغوي ولا كالإمام النابلسي. نعم. ولا ابن صلاح ولا غيره من الذين ألفوا حتى المعاصرين، فجمعت كل هذا وحاولت أن أهذب لأثبت حقيقة، مسلطاً الضوء أيضاً على النظرية الغربية التي كان رائدها فرويد وطلابه يونغ وأدلر. فأيضاً أخذت النظرية الغربية. النظرية الغربية تؤمن بحديث النفس، أو أن كل الأحلام تكون إما دفاعاً عن النفس أو أنها مرتبطة بأشياء جنسية. فلذلك فرويد نجد في يقظته وفي أحلامه يحيل كل شيء إلى العدوان وإلى الجنس كما تعلمون. نعم. وإلى آخره. نعم. الأستاذ عارف عندك ايضا دراسات في علم الاجتماع الاسلامي. نعم. يعني ايضا اقف عند هذا العنوان، يعني ما الفرق بين علم الاجتماع الاسلامي وعلم الاجتماع بشكل عام؟ نعم، مثل ما ذكرت لك استاذي، عندما دخلنا في كليات الدعوه. نعم. الاسلاميه هناك علوم متطلبه كعلم النفس وعلم. نعم. الاجتماع وعلم الاتصال. نعم. فكان هذا لابد أن يسلط عليه الضوء بشكل عام، ثم أن ننظر في أسلمته. هناك مدرسة تقر بأن يؤسلم العلم، ليس أن يعني أن نقول أن آتي عليه بأدلة من الإسلام، لا. نعم. أن أرى هذا العلم متوافق مع الشريعة الإسلامية ومقاصدها. فسواء دراسة علم النفس التي تدرس سلوك الأفراد لتفسر السلوك وتتنبأ به وتتحكم به، أيضا هناك دراسة علم الاجتماع الذي يدرس الظواهر المؤثرة في المجتمع. لكن دراسة هذه الظواهر وما يتأثر بها الإنسان
عندما نقول إسلامي نقول في ضوء الشريعة الإسلامية. فهل هذا الأمر عندما تطفو ظاهرة على السطح هل هذه تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل ظاهرة الوشم، مثل ظاهرة كذا؟ هذه الظواهر بدل أن ندرسها دراسة اجتماعية نقول هذا ميل الأفراد لكذا، أنا أريد أن أدرس هذا الميل، هل هو متوافق مع الفطرة؟ هل هو متوافق مع الشريعة؟ إذن هذه الدراسات، لا أقول فقط دراسة علم الاجتماع الإسلامي مع أنها حديثة، ولا دراسة علم النفس الإسلامي أيضا، هذا كتاب بفضل الله تعالى، وأيضا علم الاتصال. شكرا لا. لك الله يبارك فيكم أستاذ الدكتور، حياكم الله. عارف جمعة الباحث والأكاديمي السوري، شكرا لك على هذا الحديث، جزاك الله خير، وكنا نتمنى أن يسعفنا الوقت حتى نستزيد. نعم الله، لكن يبارك فيكم. ماذا نفعل؟ يعني حكم الوقت. شكرا لكم. شكرا لك، وإن شاء الله إلى لقاء آخر. الله يبارك فيك ويحفظك. شكرا لك. أهلا وسهلا. حياكم الله. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.